السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قوات صنعاء تكشف عن استعدادها لتصعيد غير مسبوق سيفاجئ أمريكا، وإلى التفاصيل. أكدت قوات صنعاء تجهيزها لتصعيد كبير ضد أمريكا وإسرائيل ضمن المرحلة 5 و 6 من عملياتها التصعيدية. وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء والمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة اليمنية تستعد لتصعيد غير مسبوق لا يتوقعه أحد في حال استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وذلك في إطار المراحل 5 و 6. مضيفا غزة بالنسبة لليمن هي خط أحمر وعملياتنا مفتوحة ولا خطوط حمراء أمامها، وإذا استمر العدوان على غزة فسنضرب أهدافا لا يتخيلها الأعداء ولا حتى الأصدقاء. لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة خلال الأيام المقبلة بشأن السفن التي اخترقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن التي تصل إلى موانئ فلسطين المحتلة. أشار العميد سريع إلى أن الأمريكي في البحر الأحمر وصل إلى مرحلة لم يستطع فيها حتى حماية سفنه التجارية والحربية، وما زالت المعركة في البداية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.